بكم من جديد. نتابع حلقتنا مع أكثر التغريدات والهاشتاغات والفيديوهات تفاعلا في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تخص المرأة تحديدا. نبدأ مع تويتر السعودية وهاشتاغ 1.5 مليون عن السعودية، والذي على أثره أنشئ هاشتاغ التعدد حل للعنوسة، حيث تفاعل المغردون مع خبر تم نشره أمس عن دراسة أعدتها وزارة التخطيط السعودية مع نهاية العام 2010، والتي كشف فيها أن عدد العوانس في المملكة العربية السعودية وصل إلى 1.5 مليون عانس. وبناء على النمو الحاصل في هذا الرقم، فهناك توقعات بأن يصل عدد الفتيات السعوديات التي فاتهن قطار الزواج إلى 4 ملايين عانس أو 4 ملايين عانس خلال السنوات الخمس المقبلة. أيضا ذكرت الدراسة أن عدد الفتيات العوانس في الوطن العربي قد ارتفع إلى ما يقرب من 25 مليون فتاة في سن 24 عاما فما فوق، مشيرة إلى أن شريحة ليست بالهينة منهن تجاوزن 35 عاما. من التغريدات التي لاقت تفاعلا كبيرا ولفتت الأنظار تغريدة لفايز العضياني قال فيها: للأسف أصبح الزواج في مجتمعنا مثل الحج لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا يرمز هنا لغلاء المهور. أيضا تغريدة لناصر الغضية بعنوان التناقض بين زواج القاصرات، وهو أحد الهاشتاغات النشطة أيضا، والعنوسة مرفقة بصورة لطفلة في غاية البراءة وفي فستان الزفاف تحتضن لعبتها بيدها. رأت مغردة أخرى وهي أغادير بأن المرأة لا تحتاج إلى رجل لتكون امرأة كاملة أو سعيدة، وتبعتها تغريدة من Why are you so serious؟ أن الإحصائية ما هي إلا نتيجة لتغير فكر المرأة، حيث بدت لا تقبل بأي رجل. أما من هاشتاغ التعدد حل للعنوسة فتغريدة مشاكس التي قال فيها مثل ما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: أعط المهر قريب لك يتزوج به لتكسب أجره، وأجرها أفضل من التعدد. ننتقل لليوتيوب مشاهدينا، والفيديو الأكثر تداولا في تويتر على هاشتاغ زواج القاصرات، وهو مقطع بعنوان: ماذا تقول ابنة 9 سنوات عن زواجها؟ نشاهد الفيديو. يعني ايه دستور، بس فرحانة اني عرفت ان بابا ممكن يخليني اتجوز السنة الجاية بسبب الدستور. فرحانة قوي، اصل مش بلاقي حد يلعب معاه بابا وماما في الشغل، واكيد لما انا اتجوز هلاقي حد يلعب معي. اصلا عندي قط وقطة صغننين اسمهم جولي وشيكو، بيقعدوا يلعبوا مع بعض طول النهار وساعات بيلعبوا معي. وكمان فرحانة ان هيبقى عندي نونة العب معاها لحد ما تتجوز هي كمان، بس بعد 9 سنين، وأقعد ألعب في الفرح بتاعها أنا وصحابي، وأكل كل المعازيم غزل البنات، وأقعد ألعب أنا وهي وجوزها وجوزي بالمكعبات وكل اللعب بتاعتنا كلنا. أساساً أنا من زفة بالسكوتر، ممكن كمان أقول للبابا يعمل لنا الفرح في الملاهي ونزحلق كلنا بقى إحنا والمعازيم، والدنيا تبقى جميلة. بس ممكن كمان 9 سنين بنتي تخلف نونة، وأنا كمان أكون عجزت قوي بقى، ما هو طالما بقيت عندي 27 سنة والنونة بتاعت بنتي تتجوز يبقى لازم أكون عجز. أما بنتي تجيب نونة تاني تكبر وتتجوز، هكون أنا بقى عندي 36 سنة، وخلي بابا يدخلني دار مسنين. عمو هو ما ينفعش نلعب لعبة تانية؟ ماذا رأيت من الأصفار حتى تعملوا كده؟ ها؟ طفلة دي ولا مش طفلة؟ فكرة جدا جميلة. اليوم صحيت الصباح كنت أتفرج عليها، فعلا الفيديو كتير مؤثر، خصوصا الطفلة كتير بريئة واضح،
والجملة اللي ختمت بها كمان كتير يعني واقعية، طفلة ولا مو طفلة عشان تعملوا فيها كذا. عموما مشاهدينا خلينا نروح لصفحات الفيسبوك الخاصة بموقع سيدتي، سيدتي نت، كان أهم القضايا المطروحة: هل يغزو الشنب صور السعوديات؟ وهل ستشاركين إن عرفت السبب؟ طبعا السبب هو، وكما ذكرنا سابقا مشاهدينا، حملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان البروستات يشارك فيها الرجال والنساء من جميع دول العالم في شهر نوفمبر من كل عام، شبيهة لحملة شهر أكتوبر من كل عام أيضا، التي تهدف إلى حث النساء على الكشف المبكر عن سرطان الثدي. فهل ستغيرين صورتك سيدتي وتلبسين الشارب دعما للرجل كما فعل هو الشهر الماضي ووضع الشريط الزهري؟ يعني شوية صعبوها علينا احنا عشان حطوا شريط، تبغون نحط شنب، يلا نمشيها. حساب سيدتي نت كمان في تويتر اتطرق لبعض المواضيع الطريفة المطروحة اللي استقطبت تفاعل فعلا كبير من الجمهور. كان موضوع خاتم أبل الجديد، وجاء التويت كالآتي: هل تشعرين برغبة في مراقبة خطوات زوجك وأماكن تواجده مع التطور التكنولوجي؟ لم يعد الأمر بالمستحيل. وكان من أطرف التغريدات على هذا الموضوع المثير للجدل، خصوصا وأن الجمهور ينوه لاحتمال جعل هذا الخاتم التكنولوجي من شروط الزواج في المستقبل القريب. تغريدة علي الرويلي: الخاتم يكشف أماكن تواجد من يلبسه بالصوت والصورة، يا ترى مين يقدر يلبسه؟ تغريدة محمد بن صالح الصانع قال: يعني ما ينفع تقول إنك في البر وإنت في البحرين، بدأت الفضائح الآن تطلع.